عمليات السمنة تسبب ترهلات في الجلد، يضطر بعدها المريض لخوض عمليات تجميلية جراحية. هذه العمليات تهدف إلى إعادة الجسم كما كان طبعاً بالواقع بدون ترهلات. فعلاً يا محمد، وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أسامة الصانع، اختصاصي جراحة السمنة والمنظار. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير دكتور. دكتور أسامة، يعني دائماً الناس بتعمل عمليات اللي هي يعني سواء ربط المعدة أو أي شيء من هذه الأشياء، وبينسوا إنه بعدين لها حينحفوا بس لها تأثيرات عن الجسم. إذا تحكينا في البداية إيش هي التأثيرات اللي بتحصل للجسم؟ حقيقة لما نفكر في عمليات السمنة، عمليات السمنة تتعامل مع الشحم اللي موجود تحت الجلد وأيضا الشحم الداخلي، فبيقل، لما بيقل يفقد الجلد دعامته، يعني الجلد كان مسنود بهذا الشحم، فبالتالي إيش يصير فيه؟ يسقط إما للأسفل بفعل الجاذبية أو يكون كميته أكبر من أنه كان وعاء لهذا الشحم. لما قل الشحم أصبح هذا الوعاء متمدد ومترهل. في درجة الانكماش ممكن يحدث، لكن في الأغلب كل ما بعد الهدف، كل ما كان وزننا بعيد جدا، نزلنا 100 كيلو غير لما ننزل 20 كيلو. أيوه. بالتالي هذا الانكماش ما بيكون كافي، فبيصير الترهل اللي يعاني فيه، يعاني منه الكثير، لدرجة أنه البعض يقول لي، من مرضى يقول لي ما أبغى أنزل، أخاف أترهل. طب بالتالي دكتور، هنا السؤال، يعني هل يمكن منع هذا الترهل من بعض العمليات؟ هذا يمكن تقليله ويمكن أحيانا منعه. يعني مثال أنا أقول، لو إنسان كان بدل من أول عملية سمنة كان عنده ترهل نوعا ما، حيزيد هذا الترهل، وهذا حيكون تقريبا شبه ما يمكن أنه يخف الترهل عنده. لكن لو إنسان بادي ما عنده ترهل، والفارق خلنا نقول 30-40 كيلو، وابتدى اجتهد في الرياضة، إيش اللي حيحصل؟ حيصلح الكولاجين اللي في جلده، حيكون في دعامة نوعا ما، لما يروح الشحم اللي تحت، طبقة العضلات اللي تحتها تقوى، فتصير هي داعم للجلد، وإحنا نحتاج ندعم الجلد هذا حتى يكون واقف. فبالتالي أنا أقول الرياضة، الأكل الصحي، الحياة اللي يكون فيها الإنسان مجتهد، ما يكون مدخن إلى آخره، كلها مدعمات إلى النقص التدريجي المنتظم بإشراف ممكن يساعد على أن يمنع تكرار الصعود والنزول، يسبب ترهل أكثر طبعا. وأيضا أنا أقول دائما المرأة أكثر من الرجل، لأن المرأة أقل نسبة العضلات في جسمها وكذا، فبالتالي معرضة حتى في الأمراض مظلومة المرأة. مسكينة. شايف والله ما تخليني أبكي دحين على الصبح. طيب يعني في حالة أنه كان مثلا الوزن كثير اللي الإنسان لازم يفقده، وصارت حالة ترهل مرة كثيرة، إيش الحل في هذه الحالة؟ دائما أنا أقول أول شيء لابد أن نفهم أنه الحل يتطلب فترة زمنية، بمعنى أنه الإنسان ما نستعجل عليه. يعني إنسان وزنه 170 كيلو 180 كيلو فجأة صار بينزل وصل ل 120، يمكن ما وصل الوزن المثالي ولا قريب منه، ما نستعجل نعمل له شيء. فدائما نقول لهم في فترة لازم نصبر حتى نوصل قريب من الوزن المثالي، تقريبا 10% فوق الوزن المثالي، واللي الطبيب يحدده مع المريض وحد أهدافه. من ذاك الوقت نبدأ نعد المريض لعمليات اللي هو إصلاح الشكل. أنا أقول دائما إعداد المريض طلب إنه ما يكون عنده فقر الدم، ما يكون عنده نقص في البروتينات، في الفيتامينات، في الكذا، لأنه هو أثناء النزول بينقص عنده، فلابد نعد إعداد جيد. بعدين نبدأ نحط معاه خطة، نقول له يا مريض ترى أنت عندك المناطق الفلانية إيش الأساسي فيها؟ قد يقول المريض أنا بطني أهم شيء عندي، قد تقول المرأة أنا صدري أهم، قد يقول أحد أنا فخذي اللي مضايقني. فبالتالي تبدأ معاه بالتدريج وتضع له خطة، والخطة أحيانا يكتفي يؤدي جزء منها، أحيانا يؤدي كل الجسم. فعندنا حالات يتعامل كله مع بعض، ممكن يتعامل على مرحلتين. أنا أقول يعني، بس أنا عادة أفضل أنه ينعمل تدريجيا، لأنه مثل يقولون خبطتين في الرأس توجع. فبالتالي كل ما قللنا، لأنه هذه العمليات ما هي بالبسيطة وما هي زي عمليات التجميل العادية، هي عمليات تخصصية نسميها تجميل ما بعد السمنة، تختلف تماما عن عمليات التجميل العادية اللي مثلا مرأة أولدت والآن جاء الوقت أنه تصلح مثلا بطنها المترهل. يختلف الوضع. طب في مدة زمنية محددة لحتى أنه الإنسان يعني يتبع هذه الإرشادات الطبية؟ عادة إحنا نقول المرضى، نقول لهم وصلت أنت إلى الحد خلنا نقول القريب المثالي، ولنفرض جتني مريضة وما كانت واصلة وكان عندها ترهل بسيط في وجهها، أحيانا بطرق غير جراحية ممكن أن نأخر لغاية ما يجي وقت العملية حتى نصلح لها التصلاح الكامل. فبالتالي المدة الزمنية، أنا أقول للمرضى متى ما بدأت عملية السمنة؟ في 9 شهور حتخلص السمنة، بعدين عندك تقريبا أو سنة، بعدين عندك سنة كاملة تصلح جسدك، لا تستعجل، خذ وقتك فيها. إيه، طب هذه العمليات إيش المضاعفات حقتهم؟ هي أنا أقول دائما أهم شيء في هذه العمليات عند المرضى هو النتيجة النهائية. إحنا إيش هدفنا؟ هدفنا أن نجي لإنسان ونخلق ظل إنسان نحيف، نفس الوقت نبغى نخفي الندبات الجراحية. فبالتالي هنا فيها الفن، أنه كل ما تشيل زيادة، كل ما تبغى تنتبه وين تضع الجرح،
مثلا المراه تضع في اطار الحلم لما تعمل الثدي، نسميه البكيني لاين لما نعمل شد البطن، نعمل جرح الذراع على طول ولا داخل الابط، بنحاول نتفنن فيها بحيث نؤدي الغرض المطلوب ازاله اكبر كميه باقل ندبه جراحيه. هذه دائما المشكله المريض تكون النتيجه النهائيه، فاذا ما كان في توافق مع الدكتور وشرح لها ان هي عمليه ترميميه وقد تحتاج بعض الرتوش مستقبلا حتكون متضايقه. الشيء الاخر عمليه هي خطره، انا اقول دائما المراكز التخصصيه بغي تعملها، الجراحين متخصصين فيها لا نستاهل فيها. مرض السمنه قد يتوفون من امراض السمنه ولكن قد يتوفون من عمليات السمنه، ويفهم المريض انه في خطوره. انا اقول مرض السمنه دائما الخطوره تقريبا تعادل 1% لكن الخطوره شديده، لابد من التعامل معها بجديه وامانه. ممكن 1% تغلب 99%. طبعا طبعا، يعني ممكن احد يعني انسان يقول لك انا ليش اضطر اخذ هذه الخطوره، فلذلك انا اقول لابد الخطوره تكون معروفه ومشروحه ويكون في دعم من الفريق الطبي للمريض حتى يمر فيها بسهوله ويسر. طيب طيب دكتور، يعني حتى من الناحيه النفسيه هنا كمان اكيد يعني لكم اطلاع عليها، انه يمكن يضل متعلق مثلا باشياء القديمه بثيابه مش مستوعب بعده انه صحيح. اصبحت ثيابه غير مناسبه له، هل ممكن التخلص من هذه الجزئيه؟ الحقيقه انا اقول للمرضى وتضحكون على هالنقطه، لما ينزل المريض انت ما تصبح نحيف حتى تتخلص من الجلد زائد شئت أم أبيت، لأنه إيش اللي يحصل؟ لما واحد تحول جلده إلى مريول حيغير بنطلونه؟ لا، حيدخله داخل البنطلون حيضل على البنطلون القديم. فعادة نقول لهم جزء من الحل أنك تفقد صلتك في سمنتك السابقة أن تزيل هذا الجلد الزائد، تقدر تلبس ملابس اللي هي الطبيعية، أغلبهم يلبسون ملابس فضفاضة. أنا حطيت بعض الصور الفيديو للصور الإيمجز يشوفوها الصور، إيش الفكرة؟ بتشوفك إنه المريض هذا فجأة بين يوم وليلة أصبح نحيف، بعد ما كان حتى لما نحف كان شوية بدين. ليش؟ لأنه عنده جلد في كل مكان ساقط، يخفي ملابسه ما يلبسها. لكن هل في مرضى بعد ما يحققوا كل شيء وينزلوا يفقدوا اتصالهم بسمنتهم ويؤدي لهم لارتباك نفسي؟ نعم، لذلك دائما الطبيب النفسي يشترك معانا في إعادة جدولة الإنسان هذا في حياته، لأنه تأقلمه هو وتأقلم من محيطين فيه أيضا أمر مهم، وإعدادهم النفسي للعملية هذه. وإنه يعني في يوم من الأيام لو تشوفينا صورته القديمة حيقول مو أنا. أيوة. حيحصل يقول أنا مش يعني بننزل 3-4 كيلو بنقول مو نحن. صحيح. إنه أنا بهالحالة تجب قراءة كتاب ذكريات سمين سابق لزميلنا تركي الدخيل يعني. أكيد أكيد، يعني كتاب جدا جميل. طيب دكتور، في كثير مثلا الناس بعد العملية، يعني بعد عملية اللي هي بشكل عام اللي ربط المعدة أو هذه الأشياء، بيلبسوا مشدات على أساس إنه ما يصير ترهل في الجسم، هل بتنفع هذا الشيء؟ الحقيقة ما تنفع. ليش؟ لأنه الترهلات هي في الجلد. أيوة. وليست تحت الجلد. إحنا لما بنلبس مشد بنمسك العضلات ما بنمسك الجلد. لذلك أنا أقول اليوم يظل بالأخير هو فهم حقيقي لإيش الترهل معناته. وإحنا كأطباء أنا أقول إحنا ما إحنا أطباء شحم. أيوة. أطباء السمنة أغلبهم بيميلوا إنه خلصك من الشحم الزائد لتستعيد صحتك. نعم، لكن الشكل مهم، فبالتالي لابد جزء من الشرح اللي يشرح للمريض إنه الجلد موضوع آخر. ما هو المشدات ممكن تسند عضلاتك، تسند يعني حتى المرأة لما تولد وكذا عضلاتها ترتخي. فكري لما الإنسان يسمن أيضا عضلاته ترتخي لما يفقد، لأنه هذه العضلات كانت تغطي منطقة أكبر داخل أحشائه. فكل هذا لابد تكون تراعى مع المريض وتشرح له. حتى طب دكتور، في البداية ذكرت على مسألة قديش مهم يعني النمط الحياة والغذاء الصحي لهيك مسألة، لأنه في البعض ممكن يعتقد أنه خلاص أنا عملت عملية وبالتالي ممكن أمارس الحياة العادية، أنه أكل زي ما بدي أشرب زي ما بدي. قديش مهم لا من بعد العملية الالتزام بالغذاء الصحي؟ الحقيقة 20% من المرضى يعاودوا يكسبوا جزء لم يكن كمية الكم الأكبر. أيوة. من وزنهم اللي فقدوه بسبب عدم الحوص، ويحصل هذا دائما من السنة تقريبا الثالثة إلى السنة السابعة نلاحظه بعد العمليات. فبالتالي نقول المريض، يقول أنت حتى وأنت نحيف أنت كنت مريض سمنة وما زلت مريض سمنة، لابد أن تفكر بهذه الطريقة. أه. لابد أن تكون حذر أكثر من غيرك. ليه؟ لأنه في تغيرات نسميها وراثية ودماغية عندهم ما تعالجها العمليات. أيوة. السلوكيات تصلحها لكن الطبع يغلب التطبع مهما شئنا. مزبوط. طب عن الأماكن اللي يعني بتخلص مثلا اللي فيها بيكون دهون وبيشيلوا منها الدهون، هذه يعني مثلا بتجدولوها؟ أنت بتقولت أنه أحيانا بتجدولوها، فكيف؟ هي الشغلة الأساسية أنه لما نجي إحنا بنحاول نجري العملية ما يكون الجلد ترقق. احيانا في بعض الاماكن بيكون الجلد محافظ ما زال فيه شحم، فتلاقين نجمع عمليات اللي هو شفط الدهون مع عمليات شد الجسم. وعمليات الشد مبنيه على خلق نسميه الهيكل او السيلويت للمريض بحيث يكون سيلويت رشيق. فبالتالي هذه هي المنظومه نفسها في الطريقه، انه نقول لهم دائما نقول لهم ينبغي ان تفهمون انه ايش هدفك
وبعدين انه احنا الهيكل العظمي ما حنغيره، لكن الجزء اللي هو النسيجي نفسه هو اللي يقدر نغير ونشكل فيه. كل ما ضعف اكثر كل ما كان افضل، كل ما كان الجلد مترهل اكثر كل ما صار فرصتنا العمل معه اكثر. الدكتور اسامه الصانع اختصاصي جراحه السمنه والمنظار، شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا.